هذه سائلة تقول: امرأة تعمل ممرضة في المستشفى ويضيق عليها وقت الصلاة أحيانا لأجل العمل، هل لها أن تجمع بين الصلاتين؟ لا، تصلي في مكان العمل، تصلي في مكان العمل، وإذا كان فيه نساء يجعل لهن مصلى صلن فيه في وقت الصلاة، ولا يتساهل في أمر الصلاة وتأجل إلى البيت أو إلى نعم.